ربما هذه التشكيلة عندها 3 سنوات ونفس تركيبة فريق اتحاد العاصمة مر عليها 8 أطقم فنية ولا طاقم فني رفقة اللاعبين قدر يحقق النتيجة في ظل كل الظروف المتاحة من طرف الإدارة وشركة سيربورت. قدوم عبد الحق بن شيخة رفع التحدي رفقة اللاعبين، كانت لابون كومينيكاسيون، كان هذاك التعايش. هل هما سر عبد الحق بن شيخة رفقة اللاعبين باش لحقوا النهائي كأس الكاف ووضعوا يد على الكأس؟ وسؤال ثاني لزين الدين بالعيد يخص ثاني استدعاء للمنتخب الوطني رفقة 3 لاعبين، كنت بادر تخيل على هاد اللاعبين من اتحاد العاصمة التحق بالمنتخب الوطني الأول. شكرا. بالنسبة لنا الترافاي بدا مع مسيو شريف واللي قبل منه. صون مسيو شريف ليكيب ما كانتش راح تفوت لي بوكور. انا ما نهضروش كاع، ما نش نحكيو على هذه. هو اللي دا ليكيب لي بول باش رانا قاعدين هنا ونحكيو على رواحنا ونزوخوا على رواحنا وكذا، لكن لا رياليتي توت اوتر. كاين ناس، كاين إدارة، كاين أنا مانيش باغي، أنا باغي حتى نربح الماتش ونحكي على اللي قبل مني ونقدر نشكر الناس اللي قبل مني. دونك الماتش مازال ما لعبتوش، مانيش باغي نحكي غير على الماتش، مانيش باغي نحكي على لي زاكوتي، هكذا يضيع التركيز ديالي وسامحني. شكرا.